تصور صور أن فيها نصرة للدين أو ما إلى ذلك، ولكن بجهالة بعدم إدراك وعمق في الفهم وإرجاع المسؤولية التي كان يتحدث عنها بعض التابعين، ويقول إذا سئلت عن مسألة فقبل أن تفتي اعرض نفسك على الجنة والنار ثم أجب، تكلم وانظر كيف نجاتك، كيف تنجو، انظر كيف نجاتك، تكلم بعد ذلك. فلكل ذلك وصل الحد في زماننا إلى أن كثيرا خصوصا مما يرتكب باسم الدين إلى حد سفك الدماء، وما قبل ذلك من أنواع الاعتداء يرجع إلى فتاوى. إلى فتاوى؟ كيف إلى فتاوى؟ بل الكثير منهم من شباب هذه الأمة المغرر بهم ما يقدم حتى تقول هاتوا لي فتوى، ما يقدم على العمل، عمل يرى أنه هو يريد الخير ويريد الحق، مغرر به مسكين يريد نصرة الدين، ويحملون له سمع يتصل بالمفتيهم الفلاني ومفتيهم الفلاني، وعلى ضوء الفتوى يدخل المسجد ويفجر، على ضوء الفتوى يفعل ما يفعل من هذه التصرفات الغريبة، لكنها على ضوء فتوى. فبغض النظر أن هؤلاء أفتوا على غير بصيرة وعلى غير علم، لكن بقي في وازع الأمة وضمير الأمة رجوع إلى الفتوى. ولما تسلم هؤلاء الشباب بحماسهم لهؤلاء الذين لا علم لهم على الحقيقة ولا قدم لهم ولا رسوخ في العلم، كل ذلك عائد لأنه عندنا تقصير في احتواء شبابنا، احتواء عامتنا، إذا رأوا أن الذين ينتسبون إلى الفتوى لا يكفونهم ثقة ولا يكفونهم قدوة ولا يكفونهم لإشباع رغباتهم في الوجهة إلى الدين، مالوا بعد ذلك إلى مفتي الآخر ومفتي الآخر، حتى يصلوا إلى توهم أن هؤلاء المفتين هم الذين يدافعون عن الدين وهم الذين ينصرون شرع الله تبارك وتعالى، وهم والواقع عكس ذلك تماما. لكن لو وسع المجال لاحتوائهم من قبل الذين هم أهل ومن بدايتهم ونشأتهم، وإن كان هناك من يتصيد هؤلاء الشباب وحماسهم ويصرفهم من البداية عن أهل العلم وعن أهل الرسوخ، إلا أنه إذا عمرت هذه الميادين بأهلها وعلى وجهها فستصد كثيرا من الشر والضر الذي يصيب الأمة وينازلهم من شرور هذه الفتاوى الغريبة، وإن كانت مسألة حتى في أقاويل أهل العلم أنفسهم.